خويا شتي تمام بايضه التمام كاين مغلاش الدرويش ما بقالوش فين يعيش بهذا التمام كتبقى ماشي حتى حوالي العيد تيقول لك 40000 30000 ما فيه ما يسكال اش نقول لك اللحم مقيوم ب 4000 ريال الكيلو علينا 3000 ريال قريب راه تشوفوا تخلع دابا ب 30000 ريال صد عليه هنايا فهمتي بزاف بزاف هذا الثمن هذا زعما الدرويش الحاولي زايدين فيه 20000 30000 ريال دابا بلاد خصو يدخل يسرق ما يدخلش يشري بزاف هاد الاثمنه راه حشومه هاد الشيء والله الا ما حشومه هاد الشيء هذا راه بزاف ما كاين لا 16 لا والو ما كاين هاكا القطوط 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 حاجه نعمت الله 30000 ريال اللحم طايح ب 4000 ريال الكيلو هنايا دابا اللحم 30000 ريال ما كاينش هاد الاثمنه هادي راه حشومه هاد الشيء راه بنادم بنادم يفكر في الله سبحانه وتعالى كاين الله سبحانه وتعالى دابا الدرويش راه ما يعيدش والله ما يعيد الدرويش كيعيدير مسكين 20 حولي واش الحوله قد هكا ديال 30000 ريال اخويا بزاف عليا بزاف عليا انا هاد الاثمنه هادي ما عمرني ما عيدت بحال هاد العيد هاد العام هذا قلت هاد الاثمنه هادي اللي كاينه بزاف اخويا بزاف هادشي زعما راه ليله الله